إذا بمناسبة الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين، اليوم تشهد ثانوية باب الصحراء المحتضنة أقسام تحضيرية تدشين مركز اللي هو يعني هاد المعلمة اللي غادي تكون غادي تحظى بالاستقبال ديال التلاميذ مركز خاص بهم. هاد الاتفاقية اليوم اللي غادي يتم التدشين ديال هاد المعلمة فيها اتفاقية اللي كتربطنا مع مجلس الجهة، واللي هي فيها يعني تجهيز وتوفير يعني تجهيزات والعتاد الديداكتيكي، وكذلك فيها جزء اللي هو يعني في إطار تحسين ظروف الإيواء ديال الطلبة والطالبات، هو يعني تأهيل القسم الداخلي. وحنا في الحقيقة جد فخورين أن الجهة ديالنا يعني منذ 2010 اللي تم إحداث يعني مركز الأقسام التحضيرية كانت بدأت بجوج ديال المسالك، ثم توسعت بمسلك آخر في 2021، ونعمل كذلك في توسيع هذه المسالك إلى إحداث مسلك جديد في 2025-26، وذلك كذلك بحلول أو بفتح 6 حجرات أخرى إضافية اللي يتم يعني البناء ديالها في هذا المركز. إذن التلميذات والتلاميذ ديال الجهة يعني يستحقون في الحقيقة يعني مركز من هذا النوع هذا، بدلا يعني من يعني باش ما يتنقلوا شيء خارج الجهة. إذن كنحاولوا نوفروا أكبر عدد من المسالك لهاد التلميذات والتلاميذ ديال هاد الجهة، اللي كنهنئهم بالمناسبة بهاد السنة الدراسية بحصولهم على نتيجة جد مشرفة بالنسبة لامتحانات البكالوريا اللي بلغت 87.75%، وهي نتيجة لم يسبق يعني تحقيقها على مستوى هاد الجهة منذ إحداثها سنة 2016. وهاد النتيجة احنا إن شاء الله كنتمنوا أننا في السنوات المقبلة نحافظوا على هذا المستوى ونتجاوزوه. وبالمناسبة لا يفوتني كذلك أن أشكر يعني التلميذات والتلاميذ على المجهودات اللي بذلوا، وكذلك أن أشكر كذلك الأسر ويعني نساء ورجال التعليم وجميع الأطر اللي ساهمت في هذا الإنجاز هذا، وكذلك الجانب الكمي كذلك مهم، بحيث ان نسبه كبيره من التلاميذ حصلوا على يعني الميزه خلال الدوره الاولى، تقريبا 55% ديال التلاميذ حصلوا على الميزه، ويعني وهذا كيبين انه الجانب النوعي كذلك ديال البكالوريا كيتحسن، يعني ما بقاش غير نتائج كميه فقط، ولكن هذا كيمكن التلميذات والتلاميذ ديالنا من ولوج هذه المراكز بحال هذه المراكز ديال الاقسام التحضيريه، وكيمكنهم كذلك من التناول المنافسه الشريفه مع الزملاء ديالهم لولوج المعاهد والمدارس العليا على مستوى الوطني وكذلك خارج الوطن. شكرا. بعيدا عن التعليم، لا ما تبعدنيش على التعليم. لا سؤال رائج حول مشكل المسابح المغلقه الان هنا بقليمين، مجموعه من تساؤلات ديال الراي العام والشارع يسال عن سبب اغلاق المسابح هنا بمدينه قليمين. هو ماشي اغلاق ديال المسابح، هو ان شاء الله احنا بصدد يعني توقيع اتفاقية مع يعني الجمعية اللي غادي تشتغل في تشغيل هذا المسبح. يعني حنا بصدد يعني على غرار السنة الماضية حنا بصدد يعني فتح على الأقل مسبح واحد للساكنة ديال قلمي من أجل الاستفادة منه، ونظرا كذلك نعرفوا الظروف ديال المناخ بهذه المنطقة. إذا إن شاء الله على غرار السنة الماضية غادي يتم الفتح ديال من بعد ما تتم الإجراءات ديال الاتفاقية مع الجمعية المالية. شكرا. السلام عليكم. ديالنا ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة أرض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.